مع الدكتور اليوم كيف بيقدروا يميزوا وكيف بيقدروا يحموا طبعا أبنائهم مع دكتورنا دكتور علي رستم اختصاصي بالإنتانية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير دكتور. صباح النور. يعني مثل ما حكينا اليوم بتبدل درجات الحرارة وعم ننتقل لفصل الخريف فصل جديد، قد ايه بتشوف انه الانسان او الجو هو بيسبب الامراض الإنتانية بدون ما حتى ننتبه لفيروس كورونا او حتى يكون موجود؟ هلا الفيروسات بطبيعتها او العوامل الممرضه بتتبع الفصليه، وخاصه الفيروسات اللي بيتبع الفصليه هو الانفلونزا، بينما الكورونا او السارس كوف 2 اللي هو هلا الفيروس كورونا المستجد بالحقيقه ما بيتبع الفصليه، ممكن نشوفه بعده فصول بعده بيئات، وهذا الشيء بيعمل مشكله، وخاصه هلا في عندنا فصل راح ينتشر فيه الانفلونزا، وهذا الفصل بحد ذاته هو ممكن يكون كمان في موجه اخرى من الكورونا المستجد. التمييز ما مهم وظيفتنا نميز، بقدر ما نحن نعتبر اي عرض تنفسي هو كورونا حتى يثبت العكس. ليش؟ لحتى نقدر نعزل المصاب ونمنعه يعدي البقيه. نعم. باحدى الدراسات اللي صارت بامريكا لما صار في تباعد اجتماعي ضمن المدارس او ضمن الحلقات التعليميه صار انخفضت نسبه الاصابه بالانفلونزا لها اقل من 1% بالمئة ألف. هي احدى الدراسات، طبعا عفوا مش بامريكا، كانت بدول اسيويه. الفكره انه نحن التباعد الاجتماعي رح يخفف من الكورونا المستجد اضافه الى الانفلونزا. بيميز بشكل اخر عن بين كورونا المستجد والانفلونزا انه الانفلونزا هو يميل لاصابه الجهاز التنفسي العلوي، يعني بيصيب الانف والبلعوم بشكل اكثر من الكورونا المستجد. كورونا المستجد له ميل لاصابه الطرق التنفسيه السفليه، يعني بيعمل لي سعال وضيق نفس اكثر. طبعا ما فيني اعتمد على هي الملاحظه لانه ممكن اثنين يبلشوا بحمى وتكون حمى منخفضه الدرجه اقل من 38 حتى. لذلك التمييز ما هو مهم، بقدر ما اعتبر اي عرض تنفسي، حراره، الام عضليه، تعب ووهان، غثيان، اعراض بطنيه او هضميه، كلها رح احطها بسياق انه هي ممكن تكون كورونا، اعزل المريض مشان امنعه من العدوى. نعم، يعني دكتور اللي بنشوفه بالاوقات العاديه انه الاشخاص ممكن وقت ينصابوا بالانفلونزا ترتفع درجات الحراره ويحسوا بالوهن العام، ولهيك صار في هي حاله الاختلاط بين الفيروس كورونا وايضا بين الانفلونزا. ولكن خلينا نحكي اكثر اليوم، حضرتك باعتبار اختصاص انتانيه، احد المؤشرات اللي كثير اعتمدوا عليها الناس حاليا تحليل الدم، وهي ارتفاع نسبة الكريات البيضاء بالدم، وهي دليل انه في شيء عم بيهاجمه الجسم، عم يعمل مناعة له. هل هذا الشيء كمان بيكون بالانفلونزا؟ اذا شخص عمل تحليل لكريات الدم البيضاء ممكن يشوف ارتفاع بنسبتها ولا لا؟ ممكن نلاقيها بكورونا اكثر. الحقيقة بكورونا المستجد بنشوف نحن اذا بنعمل تعداد كريات بيض بنشوفها منخفضة، وخاصة على حساب اللمفاويات. هذا شيء ما مميز بالانفلونزا، لكن هل انا بدي اعتمد على هي التحاليل؟ قديش هي اجراء التحاليل لكل هدول الناس اللي عم يعانوا من نفس هي الاعراض، قديش هو مفيد بقدر التكلفه؟ يعني قديش انا بدي اتكلف لحتى يفيدني باخذ قرارات؟ لا، بكل بساطه انا فيني اعتمد انه اي عرض تنفسي ممكن انا اعزل المريض وامنعه من انه يعدي البقيه، لانه شيء مصطلح نسميه كوست افكتيفنس، يعني انه قديش انا عم ادفع لحتى اعمل هذا التحليل وقديش عم تجيني فائده باخذ قرارات علاجيه. الحقيقه ما كثير هي الفائده، لانه التحليل ما هو نوعي تمام، وبالتالي ما بيعطيني قرار صحيح. لذلك خلينا نعتمد على شغله، انه نحن اي عرض تنفسي او عرض حموي صار عند الطفل او صار عند المريض لازم نحطه نحن بدائره الكورونا، وقد يطلع مو كورونا بس نحن مشان الوقاية طبعا، لأنه أهم شيء وسيلة هلا حاليا الوقاية، لأنه ما عندنا علاج. الشيء الثاني، يعني هلا مثلا إذا بدنا نحكي إنه الإنفلونزا بتعمل سيلان أنف مثلا نسبة كبيرة أكثر من الكورونا المستجد، الكورونا المستجد نسبة إحداثه للسيلان الأنف مثلا أو أعراض تنفسية العلوية أقل من 10%. بعض الشغلات ممكن تميز، لكن ما فينا ناخذ قرار حاسم باي لحظه، لانه في نسبه خطا، ونسبه خطا غير مقبوله لما انا ما بقدر ميز بين الانفلونزا والكورونا، لانه اذا ما قدرت ميز وكان قراري مش صحيح، هذا شو راح ياثر؟ انه تزداد نسبه
العدوى. أكيد دكتور. اليوم عم نحكي عن العامل الدراسي الجديد، ومثل ما حكينا سلمى طبعا بالمقدمة، بعض الأهالي عندهم تخوف وهذا حقهم، أكيد نحن ما منلومهم. اليوم بتشوف أنه هي الإجراءات المتبعة سواء من تخفيف عدد الطلاب بالمدارس ووجود مشرف صحي وكل الإجراءات المتبعة هي فعلا ممكن تكون ضمان أو حماية بنسبة كبيرة لإصابة الأطفال بفيروس كورونا وحتى إصابة أهاليهم من بعدهم؟ هلا بالمدارس مثل ما حكى الاستاذ آصف في عده امور ممكن تشجع الاهل، والاهل هن ممكن يكونوا تكملي للاجراءات اللي هي بالمدرسه. نحن مثل ما بنعرف انه 50% من المعلمين و50% من الاهالي تقريبا هن الناس عندهم عوامل خطوره لشده الاصابه بكورونا المستجد، كان عندهم امراض مزمنه، عندهم امراض قلبيه وعائيه، عندهم ارتفاع توتر شرياني او سكري، هدول رح يتعرضوا بشكل كبير. لذلك نحن كمان لازم نلفت النظر الى انه الخوف ليس على الاطفال، لانه الاصابات عند الاطفال تماما خفيفه جدا، نادرا ما تكون شديده او توصل الى مرحله اصابه شديده. الفكره انه المعلمين والاهالي لازم يوقوا حالهم، لانه الاطفال عم يلعب دور ناقل. طيب كيف راح يكون الاهل مطمئنين انه يبعثوا الاهل يبعثوا الاولاد الى المدرسه؟ طبعا من خلال الاجراءات المتخذه، رقم واحد اللي هي انه اي طفل او اي كادر من الكوادر المدرسي ان كان معلمين او اداريين او اي حدا بده يدخل على المدرسه اذا كان عنده اعراض لازم ما يروح على المدرسه. هذا الشيء بيتطلب من وزاره التربيه دعم نظام الاجازات، يعني لازم يكون في تعديل لقانون الإجازات بفترة هاي السنة لحتى ما يكون في مشكلة بأنه حدا ما يبادر أنه يتغيب على المدرسة. يعني معناتها إذا عنده أعراض يخاف أنه والله أنا بجوز هلأ يصير معي مشكلة أنه ما عندي إجازات، أو ممكن نظام الإجازات ما يمنعه من أنه يضل بالبيت إذا صار عنده أعراض. نفس الشيء التغيب بالطلاب، لازم يكون في شيء قانون جديد هلأ حاليا أو في توجيه معين أنه الأطفال اللي عندهم أعراض لازم يكون لهم معاملة خاصة، لأنه مو شرط يكون، يعني أنا طفلي عنده أعراض شو بيعرفني أنه هذا كورونا ولا إنفلونزا ولا أي فيروس آخر. لذلك أي طفل عنده أعراض شو ما كانت هاي الأعراض لازم يضل بالبيت. هاي شغلة كتير مهمة، لأنه أنا هون بقطع سلسلة العدوى. الشيء الثاني مثل ما سمعت الاستاذ اسف عم يحكوا عن التباعد المكاني، وهذا الشغله مهمه انه نحن نعرف انه المدارس اعدادها كثير كبيره، طلاب فيها يمكن اوقات بكل صف عم توصل الاعداد ل 50 طالب، ممكن ما عندهم قدره، بس كانه في توزيع بالاماكن الغرف الاداريه. الشيء المهم الغاء الاجتماعات الصباحيه، خلينا نحكي النشاطات الرياضيه اللي بتتضمن حشود او القرب، هي لازم يكون كمان فيها توجيه بهذا الموضوع، إضافة إلى أنه تشجيع الأطفال على وتعليمهم على غسيل اليدين بشكل صحيح وتوفير الماء والصابون ومواد النظافة، طريقة التعامل مع النفايات. وأتوقع أنه المدارس عم تشتغل بهذا الشيء، تعقيم الأسطح، طبعا تعقيم الأسطح المقصود فيها الأسطح اللي هي من المحتمل لمسها، مو روح أعقم الكريدور مثلا أو أعقم الدرج، ما بيصير، لا أنا بعقم الدرابزون تبع الدرج مثلا، مسكة الباب، المقاعد، الاماكن اللي ممكن عم يلمسها الطفل او الطالب بالمدرسه، وهي شغله كثير مهمه عشان ما استهلك مواد وما اعمل عبء كبير على الناس المهتمين بالموضوع. لانه بالنهايه اذا انا كنت طلبات كبيره عم اطلب من الشخص عم ينوط بالمهمه ممكن ما يؤديها بشكل صحيح لبعد فتره بيفقد المطاوعه على اداء. اضافه الى بعض النشاطات اللي هي ممكن تكون بعض المناهج الجديده، يعني ما قصدي المناهج، اذا فينا نقول دروس توعية جديدة توعية صحية، يمكن نحن بحاجة لتفعيلها مثلا، درس العلوم مثلا يحكي عن الفيروسات وحتى الارشاد اللي بيحمل عبء كبير كثير اليوم بالمدارس بالتوعية كمان لازم طبعا الارشاد بيلعب دور كثير مهم. مثلا اذا بدي احكي انا مثلا دروس التاريخ مثلا، خلينا نحكي عن تاريخ الاوبئه وشو اضراره، خليني افهم الطفل مثلا هيك شيء، او حتى مثلا اعمل له تحليل سلوكيات، مثلا يجي معلم عم يلعب دور انه هو مصاب بالحمى والزكام ويروح يسعل بايده مثلا، نطلب من الطفل انه شو الخطا اللي ارتكبه هذا المعلم مثلا، انه ما سعل، ما عمل اتكيت السعال اللي هو يا اما يسعل ضمن الكوع المسني او منديل ورقي. هاي الامور بتخلي الطفل
شوي شوي، او حتى طبعا هي الطلاب انه هاي الامور يتمثلوها وياخذوها على محمل الجد. نعم، كمان دكتور يعني بعض الأسئلة الشائعة اللي كانت خلال الفترة الماضية هي بما يخص الأدوية، كثير من العالم هلا بتخاف انه مع حالة الانفلونزا انه انا لا ما راح اخذ اذا عندي اعراض مثل ما كنا نعمل بالجريب، انه ناخذ بس مثلا مسكن سيتامول، ناخذ نشرب شيء حامض او شيء، لا عم ياخذوا فورا أدوية التهاب اللي هي البروتوكول العلاجي للكورونا. هل صحيح يتم التعامل مع أي حالة إنسانية إن كانت إنفلونزا أو غيرها بأنه نفس البروتوكول الدوائي ياخذ فورا دواء التهاب الشخص؟ بصراحة هلا هذا الشيء البروتوكول الدوائي صار منتشر بين الناس، وأي حدا بيحس بأعراض راح ياخذ فيتامين سي وفيتامين دال وزنك وأزيتروميسين، كلهم هذا صار معروف للجميع. بصراحة أنا ما بشجع على هذا الشيء، وحتى عم ياخذوا اسيلتاميفير او تاميفلو، هذا الشيء غلط، لانه لما انا باخذ ازيتروميسين باي عرض هذا الشيء عم يخليني يصير في انتخاب لسلالات مقاومه لهذا الدواء عم افقده على المدى القريب بسبب تكون جراثيم او تشكل جراثيم مقاومه على هذا الدواء، او حتى بالنسبه للتاميفلو اللي هو ما له دور ابدا بالكورونا لانه فعاليته فقط على الانفلونزا. لذلك الموضوع يجب انه وخاصة هي الأدوية ما حققت فعالية كثير كبيرة بتقصير مدة المرض أو نقصت نسبة الوفيات، لذلك ما في كثير فائدة من أخذها. الموضوع اللي ممكن نضيفه بهذا الخصوص إنه هاي الشيء لازم يكون وقاية من قبل الإصابة، لأنه متى ما صارت الإصابة هاي الأدوية ما رح تقدر تخفف بشكل كبير من الأعراض أو تقصر مدة المرض أو تقلل الوفيات. أكيد يمكن المناعة لازم تكون على مراحل وبشكل تراكمي لحتى طبعاً نوصل نحن لهي المناعة المطلوبة. هلا في مثل بيقول العليقة عند الغارة ما بينفع. تمام. يعني دكتور بدي أقول لك شكراً كثير على وجودك معنا، على المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله يا رب نقدر نجتاز هي المرحلة بعيداً عن الخطورة ويكون العام الدراسي فعلاً عام بأقل ضرر ممكن. شكراً لك دكتور. شكراً لك دكتور علي رستم، اختصاصي إنتانية، على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي قدمتها.